السلام عليكم. ما بطول قصة ما بتندم إذا سمعتها. دخلنا جو يا جماعة غير طبيعي. اللي أبي منك جهز المسليات المفرحات، ضبط لك الجلسة، ارفع الصوت وعيش الجو. اللي بتشوفونه يا جماعة اليوم قصة المسيح الدجال كاملة، وفي الأخير راح يكون في قصة لأجوج ومأجوج. إذا تبونها علمونا. إذا حبيتوا المقطع وفكرة الشطعة هذه اللي فيها قصة وجلسة عفوية بسيطة، عطونا لايك واكتبونا تحت وبلغونا يا جماعة، وأبشروا من عيوني والله لا أدلعكم وأضبطكم قصص. حساب الشيخ نايف العسل، إنسان حبوب جدا يا جماعة، أنصحكم تتابعونه تحت بالديسكريبشن فقط عند سناب. الله يعطيكم العافية، مشاهدة ممتعة واستمتعوا بالقصة. الدجال اللي على جبهته كافر، هذا شو وضعه؟ هذا من علامات الساعة. أوه. انا بالنسبه لي ودي اسمع عن علامات الساعة اللي بقت ما طلعت الكبيره. الكبيره ايش اللي بقى فيها؟ ايه. وش كثير بقى الدجال. ايه الدجال. ايه. الدجال بنسب منه بيلحقنا. بيجي للكل والله، ما يمديك. بيجي للكل، للكل، كل البشريه، كل الناس، كل شيء مو طبيعي. طيب سمعت تبون قصه الحين؟ نبغى دجال، نبغى دجال. تبون قصته اللي حوصرت الملك؟ لا الكهف. اول العشر ايات او اخر عشر ايات؟ يا اول يا اخر عشر ايات. اي ما يجي شيء. اي ما يجي شيء. حافظ. اقول شيء رايد جد دجال، خل احوط تكفى. بسمع دقيقه، بسمع. بس يمكن القران يكون كله. اي بس يبقى بقله. هاي ركز مين، هاي كتب طبيعيه كان موجود هو طبيعيه. طبيعيه. السلام عليكم. بس ممكن من علامات الساعه تطلع ان القران. لا هذا باخر الوقت، باخر الوقت لما يرفع القران اخر شيء، مو بعلامات الساعه. يعني. اي اخر شيء. قبل انا علمك الحين علامات الصغر متى تطلع؟ من سنين طلعت. كثير كثير طلع من. طيب الكبر وش؟ لا 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 الكبر اربعه والله صادق. اربعه اربعه. يجي جميع، يجي جميع. ممكن بيوم وليله. لا الدجال لحاله يقعد 40 يوم صح؟ ايوه. يقول لك يوم 40 يوم، هو يقعد 40 يوم. حلو. يوم يوم شو اسمه، يوم كيوم، ويوم مثل اسبوع طوله، ويوم مثل اظن شهر. المهم انه في يوم من ايامه، في سنه، سنه كامله يوم. اي تخيل سنه كامله احنا نحسبها. اي الشباب كلهم. اي لا وش اسمه، تبون نقول قصته؟ اي نبغى. ايش رايك نبدا فيها الدجال؟ ها توكلنا على الله. طيب يا شباب صل على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الدجال اول شيء لازم 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 نعرف شيء. حلو. شخص. إيه هو شخص، هو انسان. بعض الناس يسمع بروايات انه شيء، هو انسان، انسان طبيعي، ولكن عنده قدره مره كبيره بتلبس الشياطين له. اها ساحر. يتحمل. اي جدا، مو بساحر، يتحمل تلبس الشياطين له. ممتاز. يتحمل جدا. تدرون انه ما في نبي الا حذر امته من الدجال؟ يوي. من ايام نوح ويقول ترى خلنا نطلع يطلع فينا، وبده يعلمهم عن الدجال. يعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو فيكم، فيكم جايكم، خلاص انت ما خير امه. اذا ما جاء موسى ولا جاء عيسى ولا جاء ابراهيم ولا جاء نوح ولا جاء اليسع ولا جاء ذو الكفل ولا جاء ايوب ولا جاء اي نبي ولا داود ولا سليمان، خلاص اخر نبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيجي فيكم. ايه وما من نبي الا حذر امته عن الدجال. وش سالفه الدجال؟ ليش اسمه المسيح الدجال؟ ليش كلمه المسيح؟ مين المسيح؟ احنا بحياتنا كمسلمين عيسى عليه السلام هو المسيح. حلو. المسيح عيسى. عيسى عليه السلام الآن هو وين؟ في السماء مرتفع. عيسى عليه السلام ما مات. عيسى كان عايش قبل 2020 سنة. الحين حنا 2021 على أنه ميلاد عيسى. ميلاد. إيه. وصل عمره 30 وهو يدعو قومه. طبعًا هو من الأنبياء اللي ولد نبي. الله. هو من ولد نبي. يوم هو يوم تكلم في دافع عن أمه. يوم وصل عمره 30 الإمبراطورية الرومانية بذاك الوقت انزعجت من الزعزعة السياسية اللي قاعدة تصير في منطقة فلسطين وما حولها. مين هذا القائد اللي طالع مع مجموعة ناس؟ حلو. أرسلوا يدورون على عيسى عليه السلام، وكان عيسى عليه السلام متغبي. فجاء واحد اسمه يهوذا. يهوذا. إيه؟ من الرومان، من ال من من لا من من الإسرائيليين. حلو. إيه من بني إسرائيل. قال أنا أدلكم على عيسى، أنا أدلكم عليه. بدأ يمشي يقول لهم هنا هنا هنا. يوم دخل على عيسى عليه السلام، حلو، الله سبحانه وتعالى نام عيسى زين ورفع للسماء عند الله سبحانه وتعالى. وهذا اللي علم الناس على عيسى صار يشبه له. أوه. إيه. فيوم طلع عليهم سكوه وصلبوه. أوكي. إيه في المصلوب ما بعيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام فوق. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج شاف عيسى بجسمه مثل ما الدم ينبض قلب. باقي الأنبياء شافهم بالأرواح. عيسى إلى الآن ينبض الدم كذا أصابع يدين نفسنا بالضبط. بينزل آخر الزمان. المسلمين والعالم كله يدري إنه بينزل آخر الزمان. النصارى ينتظرون نزوله، المسلمين ينتظرون نزوله، اليهود يعتبرون إنه عيسى اللي جاهم قبل 2000 سنة مو بعيسى. يعني مقتنعين إنه مو هو. هم يقولون مو هو، مو بعيسى، إنه بيجينا بعدين. فكل الأديان تقول عيسى بيجي بعدين. أوكي. حلو. طيب. فالمسيح أول ما يطلع على الناس يقول أنا عيسى جيت. بعدين تعجب الشغلة ويقول أنا الله. ما فهمت. طيب. أوكي. ما فهمت. أوكي. طيب.
المسيح الدجال إذا طلع على الناس بآخر الزمان جميل يقول لهم أنا عيسى نزلت لكم. أيوة والناس تفرح يا ما شاء الله جاء عيسى يحييهم بعدها. لا لسه يقول أنا عيسى جيتكم الناس تفرح جاء عيسى جاء عيسى. بعدين تعجب يعجب الموضوع بعدين يقول أنا الله مو بعيسى. هو له بعيسى ولا هو بلا ولا هو بشيء هو الدجال كذاب. أنا وأحمد مثل جالسين كذا جالسين قالوا عيسى جاء قال يا رجال كذاب أنا أدري هذا مش لا 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 صح لا. والله كلمة أيوة. لا أجيك أقول لك الحين أقول لك أول شيء خلنا نبدأ شلون شلون بدأ طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. آخر الوقت حتى عند النصارى فيه منزلين عليها أفلام اللي هي يسمونها أرماجدون. قد سمعت هذه الكلمة أرماجدون؟ عندهم معركة وحن المسلمين برضو نعرف إنه في معركة بتصير آخر الوقت أقوى شيء مر على تاريخ البشر. وش اللي صاير؟ المسلمين والنصارى يتحدون يقتلون عدو وراهم من جهة الثانية أظن بالشمال. ممكن أجد ماجوج؟ لسه ما جاء. لا 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 باش عادين الناس. ماجوج ما حد يقدر له. لسه يجوج ماجوج بعدين. وأنت إنسان تذبح. طيب حلو لحقي يقاتلون الآن راحوا يقاتلون. فيوم انتصروا المسلمين والنصارى مع بعض اتحادهم يوم انتصروا على ذا الجيش قال واحد من النصارى رفع الصليب وقال غلب الصليب يقول غلب الصليب. فجاء المسلم أخذ الصليب وكسره. غلب المسلمون إيه إنه لا ما غلب الصليب الله اللي غلب لنا كلنا زين هم يقولون غلب الصليب. فجاء المسلم كسره. فيوم كسره هم كانوا ينتظرون الغدرة فقدروا على المسلمين وبدأ الجلد بالمسلمين. فصارت الردة للمسلمين وخلصوهم. يقول لك من كثرة الساحة اللي فيها القتال وكذا الطير كان إذا دخل المعركة يموت بس ما في مجال يتنفس. بس من اللي غلب من في الفضل؟ المسلمين خلاص غلبوهم. إيه الشيطان من قوة الغيظ هو يشوف الموضوع هذا يقول لهم كذا يطلقها يقول خرج الدجال فيكم يبغى من سحبون يقول المسلمين كذا يطلقها الشيطان خرج الدجال فيكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع 10 فرسان إذا ما خاب ظني 10 فرسان. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف أشكالهم ويعرف أسماءهم يقول من خير الناس ذاك الوقت. فيطلعون ويرجعون يتأكدون من الخبر يدرون الخبر كذب خلاص تستقر النفوس ويرجعون لديارهم. إذا رجعوا لديارهم يخرج المسيح الدجال من أصفهان معه 80,000 من اليهود عليهم الطيالسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الشسمة ذي حقة يعني علماء يتبعونه يقول أنا عيسى. سؤال أصفهان وين هي؟ إيران. يعني المسيح بيطلع من إيران. يطلع من إيران الدجال مو بعيسى. عيسى يطلع من الشام. الدجال بيطلع من إيران. من إيران. ممتاز. وحنا طبيعيين كذا جالسين. بسم الله. طيب. لكن هو على الشرح هذا إنه ما راح يطلع إلا بعد ما تصير مجزرة. أيوة. بين المسلمين والنصارى. إيه. فبعد ما تصير مجزرة هذه القوية مرة بيطلع الدجال. بيطلع إيه. يطلع على طول. بعد ما نرجع نستقر يطلع مع مين؟ يطلع مع اليهود ماشين. يقول مين أنا عيسى أنا نزلت. إيه. إيه. طيب الحين حنا جالسين. جاء عيسى لا هذا شو اسمه هذا مثلا الدجال احنا ندري انه هذا الدجال وما ادري يسوق يلا لا 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 مو بشرط يصير في نقاش يقول لك لا حبيبي هذا عيسى عليه السلام هذا وهو يجي يقنعك ويقولك شيء مستحيل ما تقتنع ما تقدر تضمن نفسك اقوى فتنه مرت على تاريخ البشر ما تقدر تقنع المسيح الدجال ايه ما تقدر ما تقدر ما تقدر تقنع ما تجي تقول لا انا 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 انا, أنا ايماني قوي انا ايماني قوي ما تقدر اقولك شيء وازيدك من الشعر بيت تدري ان المؤمن مثلا الحين الله يجعلنا مؤمنين زين المؤمنين تدري انهم يقرون كاف فاء طاء يقرون كفر جبهته ويشوفون عينه الطائفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل العنب الطائفة شوف مفقوعة يعني الناس حسبنا عين واحدة ترى لا هو عينين هو ترى له عينين واحدة منهن هو أعور زين وتقرأ كفر وتصدق إنه عيسى سود الإقناع من قوة الإقناع تصدق إنه عيسى المؤمنين إيه يعني حنا إيه تخيل تصدق إنه عيسى تخيل لا وأنت جادل هنا انت جادل وانت هاوش انت ما عندك سالفه انت والله انك رايك غبي انت كذا لا انا بصدق لا تروح الا بروح لا ما عندك سالفه انا بتبعه ويسرون الناس اصلا يبغون لو بيني وبين اهلي طيب انا معلم اهلي ايه ترى يكذب اقسم بالله ما تقدر ما تقدر ما تقدر ما تقدر تقنعهم كلهم بيقنعونك والناس يصير عندهم ذي الرغبه انه خلاص جاء عيسى اخيرا يا الله من الكلام بعدين يبدا نفس علامات عيسى عليه السلام يحيي الموتى اي علامات النبي إيه نفس عيسى كان كذا يحيي الموتى واللي عنده برص يشفيه والأعمى يخليه يشوف كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تخيل يجيب طين يسوي شكل طير وينفخ فيه فيقوم يتنافض ويطير فتبدأ الناس عليه تصدق مسلمين والكفر كل الناس بعدين يقول أنا ربكم الأعلى الحين يصير يقول أنا الله طغى طيب الله سبحانه وتعالى يمد له بالمعجزات تخيل كذا يجي يقول لك هذه الأرض مثلا ناشفة يقول يا ميكائيل أمطر السماء تمطر الدنيا كلها يا أرض مثلا أخرجي
تخيل. يقول لك إن حتى كانت تتبعه ال شو اسمه كنوز الأرض من ذهب وكذا كيعاسيب النخل النحل يقولون صار كيعاسيب النحل تتبع وتمشي وراها كذا. عجيب عجيب جدا. عنده نار وجنة. يقول لك أنت ما أنت مثلا أبوك أمك ميتين يأشر لهم يحيون لا شياطين متمثلين فيطلعون من القبر يقولون يا بني اسلم يا ويل اساليب الاقناع كيف. واصلا اخر الوقت لا جاء اصلا ايماننا ابو كلب ايماننا شين مو زينا اليوم الحمد لله. في تدري متى يخرج هو؟ اذا الناس نسوا اصلا انه في مسيح دجال ما حد يتكلم عنه. هو ترى ما يطلع الا اذا خلاص ما حد يتكلم عنه. لا نتكلم عنه بالجمعه ولا نتكلم عنه بالمجالس خلاص خلاص لا هين يطلع ولا ندري انه هو الدجال. نصدق كلنا نصدق إيه طبعا الا اللي حافظ صورة الكهف. طبعا انت اذا دخلت بفتنة زي هذه شوف لا تحط القرار لنفسك. وش اضمن شيء تسويه؟ اوكي انت تقول انك انت عيسى صح؟ طب دقيقه وين صورة الكهف؟ انفتحت هو موجود وهو عيسى وانفتحت هو مو موجود يا اختي من قدام اذا قريت يروح يبعد عنك. طيب لو 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 يعني جاء سالني وقلت انا ما بامن فيك ايش بيصير؟ يا اخي شو اسمه يدخلك النار حقته جهنم صدق؟ لا جنة نار نار جنة وجنته نار بروح الجنة على طول. إيه خلاص لكن أنت هطل. طيب إذا أنت صدقت الله أنت إيه ستاتا حبيب تعال جنة تعال جنة إيه نار نار تبتنهر قوله بتنشوي يوي وش هذا ما حد يضمن نفسه نهائي. يجي واحد شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد يجي واحد قال له يا أخوي أنا أدري إنك أنت كذاب. قال أنا كذاب واحد من المؤمنين إيه؟ يقول أنت كذاب. قال أنا 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 أنا, أنا الله. قال لا أنت كذاب أنت ما تبى الله. طيب امطر يا سماء اخرج يا أرض طلعوا أبوهم وميتين طلعوا كذا. طيب تعالوا لا ويحشره قدام ناس يكون فيه ناس يشهدون فيجي ويقسمها نصين المسيح الدجال يقسم الرجال ذا نصين فيطيح قدام الناس نصين بعدين يأمره بعدين يرجع يلتقم مرة ثانية ويقوم. قال الحين آمنت. قال ما زدت إلا إيمان إنك أنت الدجال. ما اقتنعت الحين أقنعتني زيادة إنك الدجال. فيدخله النار حقته تصير جنة إن هي جنة الله سبحانه وتعالى قدام العالم لا يدخل النار. طيب تعالوا يطوف كل بقعة في الأرض يجيها بالأربعين يوم هذه بالأربعين يوم وسرعتها ميب طبيعية. يعني تسمع أن مثلا تسمع أن بروسيا ما تأخذ 4 دقائق إلا مثلا واصل الرياض يما سرعتها ميب عجيبة رجلية وروش ما تدري سبحان الله. أقولك أمور عجيبة ما تتخيلها. يقنعك أنه هو الله يقنعك أنه هو الله بالبداية تقتنع أنه هو عيسى بعدين يقنعك أنه هو الله. يعني هو فتنة أنه يقنعك أنه هو الله. طيب في ناس يقولون أن ما يجي مكة والمدينة فإذا سمعت أنه بإيران مكة يا عيال يلا ممتاز صح مكة. طبعا بذاك الوقت هو ما يجي مكة طبعا مش اللي يمنع من مكة والمدينة دعا لها رسول صح بس في شيء يمنع جبال مرتفعة الملائكة ملائكة توقف للملائكة معهم طارق عند مكة على مكة والمدينة ما أقدر يدخل. هذا أنا أقول لك المحزن والله ما أقدر يدخل. طبعا المدينة بذاك الوقت ترجف 3 رجفات يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل منافق يطلع ويبقى فيها الناس الزينين مؤمنون. إيه يوم يعني لو أنا ما يعني شوي إيمان ورحت هربت المكة الضرب ذي يطيح مو مكة المدينة ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري عن مكة هي المدينتين اللي ما يدخلهم. طيب وش يصير الآن؟ الناس يتبعون واحد المؤمنين اللي آمنوا إنه هذا كذاب في يبقى شوي بيرجع. طيب الكذاب اللي انقص عفوا المؤمن اللي انقص هذاك اللي جاء دخل النار حقته حلو خلاص دخل الجنة. الآن في مؤمنين يدرون إن هذا كذاب حلو ممتاز يتبعون مين؟ يتبعون واحد اسمه نفس اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله القرشي هو المهدي المنتظر هو المهدي آه. لا هم يدرون إنه هو المهدي ولا هو يدري إنه هو المهدي بس هم يدرون ولا هو يدري حلو اتباع ولكن واحد اسمه محمد هذا ما شاء الله تبارك الله يعني قوي حلو بدأوا يتبعونهم. فسؤال يعني الدجال هو من هو هذا ولا شخص كذا إنسان هو إنسان الفكرة إنه إنسان من ولد طبيعي مثلنا ولكنه صارت له صفات عساس يكون هو الدجال. من اللي ربطه حبسه بالجزيرة أكيد إن الله جل جلاله يعني ما شو اسمه قيده بأي أحد يعني. وصحيح نايف يوم قال نبي اسمه أحمد قال محمد قال إن خروجنا قريب قال قربت شوف أيام رسول شوف يعني. قال قربت وسأل عن طيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم في المحراب قال هذه طيبة يعني المدينة شلون المهدي تقول كان مقبل عليهم ووراه ناس ما يدرون إن المهدي هذا المهدي الآن قاعد يقود المؤمنين ذولا حلو يقودهم حلو. هو ما يدري إن المهدي هو ما يدري إن المهدي هم ما يدرون إنه هو المهدي زين إيه
زين طبعا. وكان كان يعني زي ما يقول لك كان يملا الارض عدلا بعد ما ملئت كذا. الشاهد مع اللي يصير مع الدجال واتباع الدجال اللي هم اغلبهم يهود, اغلبهم يهود اللي كانوا يقاتلون ايام الدجال, في ناس يصدقون انه هو الله ويقعدون حلو وخلاص يغيرون عبادتهم كذا يعني كفار, بس انهم تغيروا. في ناس لا يعني يقاتل يدافع مع الدجال, واغلبهم يهود اللي يدافعون دول اغلبهم او اظن كلهم الا شوي. الشاهد يحجرون المهدي والمؤمنين في القدس في المسجد الاقصى, يحجرونهم وشوي هم شوي مؤمنين ومعهم حريم واطفال شوي, وتقرب صلاه الفجر هم يحضرون الصبح يطلع عشان يبدا يعني يبدا القتال, يستنون صلاه الفجر المسلمين ايه في المسجد الاقصى. هذا الوقت قبل الصلاه الدجال جاي بيغدر فيهم, الدجال برا يستناهم, استنى بس انه خلاص انه يطلع الفجر يبدا عليهم ايه يبدا الحسم خلاص ايه. فيطولين الاعمار قبل صلاه الفجر المسلمين يدرون خلاص بينتهون, خلاص واضحة بيطلع الفجر علينا نبي ننتهي, واضحة وصريحة. وش الحل؟ وش الحل؟ ما عندهم أي حل. قبل الصلاة بشوي ينزل عيسى الصديق عليه السلام على جناح ملكين, ينزل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خارج من ديباج, شعره كذا يتلألأ. ديباج وشو؟ الحمام حق الأتراك اللي هو شو اسمه زي كذا كأنه يتلألأ. زين ينزل على جناحي ملكين, ينزل من السماء خلاص الآن جاء موعده. لا ينزل بالشام في مسجد في الشام, أنا ليتني أعرف الناس اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذكر في أي منارة ينزل, عند المنارة الكذا الشرقية إذا ما قد ظني ينزل. وشو نلحق عليهم طيب؟ ويجيهم طاير من الشام إلين القدس قبل صلاة الفجر, يدخل عليهم. دخل عليهم هم بيقيمون الصلاة, من إمامهم؟ المهدي. دخل عيسى عليه السلام وقف في الصف معهم, فلما التفت المهدي بيرتب الصفوف شاف عيسى فعرف إنه المهدي. أوه الحين عرف السؤال بصير إنه هو بيصير إمام المهدي. إيه طبعا ليش عيسى ما يصير إمام؟ يلا سؤال لكم, ليش عيسى ما يصير إمام؟ أول واحد يجاوب له جائزة وشي دعوة من الشيخ سهلة دونيشن 5 ريال دعوة عادية, دونيشن 10 ريال دعوة مع بكاء والألف ريال جلال أمي الشيخ كلب ماذا إلا مسيحي. استغفر الله, شلون هو مسلم هو الاسلام شلون المسيح؟ كثار كتبوها لانه مسيحي. لا يا اخي شلون؟ جماعه صح حلو اجابه حلوه, بس فهمني ليش القران؟ ليش ما ينبهم؟ لان عيسى كتابه مو القران. حلو طيب أيوة. وش معناته؟ معناته ان خلاص القران لا هو بقلبه الكتاب الاصلي, هو بقلبه الانجيل الصدقي. ليش ما يمهم يقرا الانجيل؟ لانه مو من امة محمد. صح عليك ايوه انا الصدق والله اني دشيت من يزيد الشمار. طيب ليش؟ لانه امة محمد او القران نزل بعد الانجيل فطمس الانجيل خلاص صح ايه. فاللي في قلبه القران غير اللي في قلبه الانجيل. الشاهد فيصلون يا اخي وش صلاه بعد الهم والضيق, بعد شيء مو طبيعي, هم عليهم مو طبيعي. يصلون الان خلاص النصر ما في كلام. يوم سلموا قرب يطلع الصبح قال افتحوا الباب. تكفى عيسى طلع اول واحد تكفى. قل يوم من فتح الباب الان المسجد الدجال واللي معه والدجال يستنى. يوم من فتح الباب يوم شاف عيسى بس عينين ببعض, بس العيون تلاقطت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يموع مثل ما يموع الملح. الله اكبر الله اكبر ايوه هذا اللي يبيت. اسلم يا شيخ يعطيك على ديتك. يموع ويش اسمه يحاول يعني انه يحرب. الان هو لو كمل الميعان هذا يمكن يموت, بس عيسى لا ما يبغى يموت بالطريقه ذي, لازم في شيء عشان يصير في حجه للناس. فيضرب عيسى عليه السلام بال 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 بالحربه حقته ويرفعها فوق, يبدا الدم يقطر. فكل اللي كانوا يتبعون ينصدمون انه ذا بشر مثلنا دم. ترى كذاب ترى كذاب. الان اليهود اللي كانوا يقاتلون يهجون خلاص, الان انهزموا بالمعركه يهجون فيلحقونهم المسلمين, يهجون يتفرقون. فشف معجزات الله سبحانه وتعالى, يتغبى ورا الشجرة تقول الشجرة تقول يا مسلم اليهودي خلفي. اوه ايه المشجر الحين اي والحجر يا مسلم لا. فخلاص كل الجيش اللي كان من المسيح الدجال يروح يفضحون فيهم ايه, وينتهي وضع المسيح الدجال ويفرحون الناس بانه عيسى عليه السلام رجع لهم. طبعا ما يرجع لهم بدعوة جديدة, يرجع لهم كقائد زي القائد الروحاني فقط,
ولكن الإسلام هو القائم، هو الثابت. طبعا في نفس الوقت اللي انضربت الحرب في 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 ظهر المسيح الدجال، هذولاك ضربوا السور وانهد، طلعوا على الناس. منهم نطلع يا جوج ومجوج يا ويلي نفس الوقت. ايه انا ما تم قيامه ضربات